أعلن محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي افتتاح 6 معارض لأهل المدارس وذلك بمدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 5 معارض أخرى لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. أوضح محافظ كفر الشيخ أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.